المدرسة الجزائرية عادت إلى تحديات زمن الاستقلال بعودة الصراع حول عناصر الهوية الوطنية، هذا ما ذهب إليه المشاركون في ملتقى جمعية العلماء المسلمين حول المنظومة التربوية. إن ما نعيشه يا إخوتي ويا أخواتي من فضائح تمثلت في سوء التشخيص وقلة التمحيص وقبح التنصيص هو ما جعلنا نبعث بنداء الاستنجاد والاستغاثة، وأنتم أطباء ومهندسو وأساتذة المنظومة نبعث بهذا الإناء إليكم من أجل إخضاع منظومتنا للفحص الدقيق. التغير في التوجه السياسي للمنظومة كان بمخالفة قانونية ودستورية ألغت أمرية الرئاسية بمجرد قرار من أمين عام لوزارة التربية بداية الألفينيات حسب المشاركين. 2003 هي اللي صدر فيها منشور من قبل الأمين العام موش الوزير لإلغاء التعليم الأساسي، أو بعبارة أخرى لإيقاف العمل بالأمرية الرئاسية اللي هي مؤسسة بأمر ولا يجوز أن تلغى أو تعدل إلا بأمر في مستوى. المشاركون أكدوا أن مادة التربية الإسلامية استهدفت على مر الإصلاحات التربوية المتعاقبة. قائمون على وضع البرامج يعتبرون الدين ظاهرة اجتماعية وليس دينا، وبون شاسع بين أن تقول دينا سماويا وظاهرة اجتماعية. إذا قلت ظاهرة اجتماعية تدرس الدين بالنظر إلى العادات والتقاليد. الملتقى دعا إلى الابتعاد بالمدرسة عن الصراع الإيديولوجي وتنظيم حوار شامل للمختصين والشركاء الاجتماعيين بغية الخروج بإصلاحات حقيقية تستند على الهوية الوطنية.